السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا طولنا في الغياب، يعني ما خدناش محاضرة الجمعة ولا خدنا محاضرة السبت، فأتمنى إن الأمور كانت بسيطة على الناس الفترة اللي فاتت في أول مديول اللي هو أساسيات الإنترنت. الله بإذن الله أتمنى إن الامتحان الأول اللي احنا امتحناه في أساسيات الكمبيوتر إن هو كان امتحان بسيط، يعني كل اللي احنا أخدناه، كل القصة اللي أنت كنت هتعملها إيه؟ أدي قدامك جهاز الكمبيوتر، وده اللي بيعمله بالظبط في الامتحان الدولي. يسيبك جاي على جهاز الكمبيوتر وانت تعمل اهو، حتى لو هيقول لك مثلا سؤال، نفس السؤال هو ابتدي تطبق على جهاز الكمبيوتر. هو بيسيبك تطبق، بيسيبك تطبق زي ما انت عايز، تمام؟ وبعد كده على اساسه ايه؟ على اساسه هبتدي اجاوب. في ناس بتجاوب على اساس الحفظ، او المديول الثاني اللي هو اساسيات الانترنت. أساسيات الإنترنت. طيب أنا دلوقتي عايز أبتدي إن أنا أشتغل خلاص، وأبتدي أفتح المتصفح عشان أشتغل عليه، تمام؟ فعندك من تحت حاجة اسمها الجوجل كروم أهو. طيب أنا ما عنديش المتصفح ده وعايز أنزله. في عندك متصفح تاني، أيا كان المتصفح التاني اللي عندك، إنترنت إكسبلور أهو، فتحته. واكتب مثلا هنا، هكتب تنزيل جوجل كروم. بيقول لي اهو ابتدي نزل، ولا متصفح جوجل ولا ايه بالظبط؟ هذا فتح معاك هنا، فاروح اقول له من هنا تنزيل كروم. انا هنزل جوجل كروم عشان موجود عندي مش هنزل. فانت بتنزله ازاي؟ بنفس الطريقة، هتكتب في المتصفح ايا كان المتصفح اللي عندك تنزيل جوجل كروم، متصفح جوجل، ده المتصفح اللي بتمتحن عليه. طيب انا كده عملت له عملية تنزيل، حلو خالص. طيب انا دلوقتي هشرح اللي هو الانترنت اكسبلور، واشرح لكم الجوجل كروم. طيب ده المتصفح فتحته من عندي، انترنت اكسبلور من تحت، حلو خالص. اللي فوق ده خالص اسمه ايه عندي؟ ده اسمه الارتباط التشعبي، الهايبر لينك، ارتباط تشعبي. طيب اي رابط عندي بيتكون من مجموعة اسس، بمعنى انا فتحت، مش عايز افتح ده، هتلاقي عندك الرابط من فوق ظهر في الاول HTTPS. طيب ايه الفرق ما بين ال HTTPS وال HTTP؟ طيب ده اللي هو البروتوكول الحماية. يعني ايه بروتوكول حماية؟ اشرحه واحدة واحدة. ده ال HTTP وال HTTPS، هي اختصارت ايه اصلا؟ ال HTTP هي اختصارت هايبر تكست ترانسفير بروتوكول سيكوريتي، ده اختصارت ال HTTPS، هايبر تكست ترانسفير بروتوكول سيكوريتي. طب ال HTTP بس هو اختصار هايبر تكست ترانسفير بروتوكول. طيب الفرق بين الاثنين ان اي موقع الاقي فيه HTTPS فهو موقع امن، طب الاقي فيه HTTP بس يبقى موقع غير امن.
طيب انا لقيت ال HTTP، تمام، نفترض كمثال فتحت موقع معين، انا قال لي ادي الاس اهو زي ما انتم شايفين، وعمله لك من غير الاس. حلو حلو، ايه اللي حصل؟ شل لك الامان. انا اخليه HTTPS زي ما هو. طب تعالوا كده نجرب، نفتح مثلا حاجة تاني زي مايكروسوفت. بص كده عمل لي ايه، HTTPS، معناه ان هو ضيق امن. طب لقيت موقع ما فيهوش حرف الاس بس لقيت علامة القفل، معناه ان برضو ده موقع امن، موقع امن. طيب ال www هي اختصارت ايه؟ www هي اختصارت ال World Wide Web. World Wide Web دي اختصارت ال www. طيب لو قلنا مثلا .com معناها ان الموقع اللي انا فاتحه هو موقع تجاري، كوميركال كوميركال. طيب لو لقيته مثلا دوت جي او في معناها موقع حكومي، جوفرنمنت جوفرنمنت. طيب لو لقيته اديو اديوكيشن موقع تعليمي. طيب بلاقي في الاخر دوت اي جي دوت اي جي، تمام اهو زي ما انتم شايفين دوت اي جي. اي جي معناها ايجيبت، معناها ايجيبت. كويس، مصر، حلو ما شاء الله، كويس. معناها ان انت فاتح من فين؟ من دولة مصر، جمهورية مصر العربية. طيب حلو خالص. طيب ده اللي هو دي علامة الريفرش. انا لو الصفحة عندي مهنجة تقيلة بعمل لها ريفرش من العلامة دي اهو. اما السهم ده بيرجع لي خطوة لورا، باك. طب انا هنا تمام، لو عايز اطلع خطوة لقدام ادي السهم اللي قدام اللي هو جو فورورد، يعني اذهب الى الامام. اما ده معناها جو باك، يعني ارجع للخلف. ده بيرجعني لورا، ده بيطلعني خطوه لقدام، وده اللي هو لو عايز اعمل ريفرش او تحديث للصفحه بتاعتي. تمام تمام خالص لحد الان. حلو. طيب دي معناها ايه؟ دي معناها المفضله. انا الصفحه دي هخليها ادوس على علامه النجمه، بعد كده اقول له دن، فحفظها لي في الريدنج ليست، قائمة القراءة أو المفضلة اللي عندك، هيحفظها لك في المفضلة، بدل ما أنت كل مرة تيجي تفتحها هتلاقيها فين؟ هتلاقيها في المفضلة. فين 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 أنا حافظها أصلا؟ أهي حفظت معاك في المفضلة، أنا كنت حافظها قبل كده. طيب حلو خالص. طيب عندك هنا ده اللي هو الايميل بتاعك، الايميل اللي انت فاتحه من هنا برضه، ده الايميل هدوس عليه. فتح معاك ايميلات كتير، ادي ايميل وادي التانية. طب عايز اضيف حساب، اقول له اضافة حساب اخر، واروح هنا اكتب الحساب بتاعي وبعد كده اكتب الباسورد، هعمل تأكيد للباسورد. حلو خالص. طيب عايز ابتدي انشئ ايميل جديد، ده هناخده ان شاء الله في جزء الايميلات اللي هو برنامج الاوتلوك مع البريد الالكتروني ازاي بنشئه. تمام. الاي اي، طيب الاي اي دي موجودة فين بالظبط؟ في الرابط ولا فين؟ موجودة في الرابط ولا موجودة فين؟ طيب هنا
موجودة. محمود دوت. ما هو الجفرن معناه ان هو الموقع حكومي. الاي اي انا الصراحة ما اعرفهاش برضو، ما ادلكش معلومة انا مش عندي، معلش سيبني ادور عليها. تمام، انا خدت سكرين. ومعلش يا باشمهندس خد سكرين ليها، لان سكرين مش شغال عندي، ويندوز شيفت اس. خلاص انا خدت سكرين ليها، واوعدك ان انا هجاوبك عليها بكره ان شاء الله، لان انا ما عنديش معلومه اكيد عليها. تمام، بس هتلاقيها برضو يعني اي ايميل بعمله، زي مثلا اد جيميل دوت كوم، معناها ان الايميل اللي انت فاتحه هو ايميل تجاري وهكذا. دي اضافه لحساب اخر، ده لو عايز اعمل خروج من الحسابات كلها اللي عندي. طيب حلو خالص، هنا هتلاقي عندك تطبيقات جوجل 9 نقاط اهو، عندك اللي هو جداول البيانات، المستندات، العروض التقديمية، عندك برضو الفورم الاستمارة. لو جينا فتحنا كمثال مستند زي ده، هتشتغل عليه بس عن طريق الانترنت. عرب امارات، صح. اشكرك يا هندسة، اشكرك يا هندسة جدا. احنا زي ما قلنا اللي في الاخر دي بتيجي اللي هي اسم الدولة، اسم الدولة بتاعتك. اشكرك يا باشمهندس عاطف، عرب امارات. كويس، انا عندي مستند اهو، ادوس على علامة الزائد، ابتدي اشتغل بس عن طريق الانترنت اهو، فتح معايا مستند الوورد بس عن طريق الانترنت. من ال9 نقاط دي هدوس عليها واروح اختار اللي انا عايز افتحه. مثلا هفتح جداول البيانات واروح ادوس على علامة الزائد اللي من تحت وابتدي اشتغل بس عن طريق الانترنت، عن طريق الانترنت. ده لو ما عنديش الاوفيس على الجهاز ومضطر ضروري ان اشتغل دلوقتي، طلب مني تقرير وانا ما عنديش الاوفيس لسه هنزله، لا ادخل اشتغل على الانترنت. تمام، تمام لحد الان. ماشي، ده كله انا بسميه ايه؟ بسميه اليو ار ال. هي اختصارة ايه اليو ار ال؟ اليو ار ال هي اختصارة ايه؟ اليو ار ال يونيفورم ريسورسز لوكيتور. ده اختصارة اليو ار ال. اليو ار ال اللي هو الرابط، الرابط اللي عندك ده كله انا بسميه اليو ار ال. طيب انا دلوقتي جالي سؤال مثلا كمثال، دخلنا ادي، خلينا برضو في الاي نفس القصة، ادي الرابط عندك. طيب عايز ابتدي اعمل او اضيف نافذة جديدة من علامة الزائد، من علامة الزائد، علامة الزائد اللي عندك هتفتح نافذة جديدة. طيب دي اساسيات جوجل كروم. طيب الانترنت هو بالظبط، هو بالظبط، بس علامة الورقة اللي انت شايفها بتضيف لي نافذة جديدة اهي، فتح لي نافذة جديدة وقول له بدء الاستخدام. استنى عليه، يبقى علامة الزائد بيعمل لي نافذة جديدة، بيعمل لي نافذة جديدة، ألغيها من علامة الإكس. علامة الإكس أنا لغيتها. طيب دي إحنا قلنا إيه؟ المفضلة. طيب نفترض أنا دلوقتي كمثال في صفحة مايكروسوفت أو في الصفحة دي، ورحت هنا دوست على علامة المنزل، إيه اللي حصل؟ رجعني تاني للصفحة الأساسية. طيب والنجمة المفضلة، أنا هخلي الحاجة فين؟ في المفضلة. طيب لو قلنا دي بتعمل إيه؟ دي بترجع خطوة لورا، دي بتطلع خطوة لقدام. طيب
ده بالنسبة تعالوا كده نبص على اللي هو علامة التروس اللي هي التولز أو الأدوات. عايز أطبع برنت أو كنترول بي، ودي إعدادات الطبعة بتاعتك. تمام. طيب من السيتنج عندك الفايل، عايز أحفظ الملف ده أقول له سيف أز. أنا عايز أحفظه فين؟ أنا عايز أحفظه مثلا على سطح المكتب، أدي قلت له سيف أهو بيحفظهولي. تعالوا كده مثلا نروح على سطح المكتب أهو جوجل فايلز حفظهولي. طيب نعمل خطوة تاني، أنا دخلت مثلا على مايكروسوفت فتحت ده ورحت على السيتنج قلت له فايل وقلت له سيف اس، هو هيحفظها على الديسكتوب، بقول له سيف هو كده بيحفظها. طيب بيحفظ ايه بالظبط؟ بيحفظ ايه بالظبط؟ اهو مايكروسوفت. اول ما اجي افتحه فتح لي الصفحة اللي انا حفظتها على الجهاز، يبقى بيفتح لك الصفحة اللي انت حفظتها على ايه؟ على الجهاز بتاعك. من فين؟ من سيتنج ومن فايل واختار سيف از. طيب في حاجة هنا اسمها الانترنت اوبشن، اعدادات الانترنت. فاكرين دي شرحناها فين؟ شرحناها في قائمة كنترول بانل. انا دلوقتي فاتح ايه؟ بصوا كده، انا فاتح حاليا مثلا مايكروسوفت، فاتح ايه؟ صفحة بتاعت مايكروسوفت، ورحت على الانترنت اوبشن او اعدادات الانترنت، ورحت قلت له اليوز كارنت، اليوز كارنت اقول له ابلاي ثم اوكي. تمام. طيب انا عملت ايه كده؟ جيت فتحت المتصفح تاني، فتحه لي على ايه؟ على الصفحة الحالية بتاعتي. طب ايه معنى كلمة الصفحة الحالية؟ يعني الصفحة اللي انت فاتحها دلوقتي هيخليها لك هي الصفحة الرئيسية او الاساسية. من فين؟ انا فتحت الصفحة واقف عليها واقول له use current، استخدم لي الصفحة الاساسية دي، خليها لي هي الشاشة الافتتاحية بتاعة المتصفح. طيب قلت له use default، use default يعني تعيين الافتراضي، واقول له apply ثم اوكي. انا قفلت اهو. تعالوا نفتح مرة تانية. فتح حالك على الصفحة الأساسية بتاعة المتصفح اللي هو الإنترنت إكسبلور، أدي عملية البحث بتاعته الأساسية. طيب أنا هروح مثلا على، أنا هفتح مثلا كمثال، هفتح ماشي خلينا في ده، وآخد الرابط، ولا ما مش هاخد ده، أنا عايز أفتح واحد تاني. نفترض أنا فتحت أهو علامة تبويب جديدة، بدي الاستخدام المفروض يشتغل معايا بس هو جيت مثلا هنا فتح لي ايه؟ فتح لي الصفحة دي. انا عايزك تدخل لي على مايكروسوفت، مايكروسوفت اهو دخل عليه. حلو خالص. يقول لي الاوفيشال اللي هو الصفحة الرئيسية او الاساسية بتاعت مايكروسوفت. رحت اخدت الرابط بتاع مايكروسوفت، عملت له كوبي، ورحت هنا على السيتنج او الاعدادات انترنت اوبشن. انا ولا عايز استخدم الصفحه الحاليه ولا الصفحه الاساسيه، انا عايز استخدم صفحه تانية، هقول له يوز نيو تاب، اروح احذف اللي موجود وهقول له ايه؟ بيست او لصق كده. انا استخدمت له رابط تاني خالص، هقول له برده ابلاي ثم اوكي. انا لا، انا عايز استخدم اليوز ديفولت او الصفحه الافتراضيه بتاعتي بتاعت المتصفح. هقفل دي. حلو خالص لحد الان. طيب ادي انترنت اوبشن. طيب هنا ديليت،
انا هنا طالما معلم علامة صح على كلمة مثلا باسورد، معناها يعمل لي ايه؟ انا دلوقتي نفترض انا فتحت الفيس بتاعي ورحت قفلته من غير ما اعمل له تسجيل خروج، فطالما شال علامة الصح راح كده حفظ لي كلمات المرور. طيب رحت علمت علامة صح وقلت له ديليت، هيحذف لي كلمات المرور اللي كانت محفوظة. طيب السجلات يعني ايه سجل؟ هيستوري. السجلات يعني الحاجات اللي انت زرتها، انت لما دخلت على المتصفح فتحت ايه بالظبط، فبيظهر لك فيه السجلات. طيب الداونلود هيستوري، الحاجات اللي انت نزلتها من الانترنت. طيب ساعات بيسألك سؤال بيقول لك ابحث لي عن، ابحث على حاجة معينة. انا هخلي هنا مثلا في اليوز نيو تاب، هختار www. جوجل .com وهقول له ابلاي ثم اوكي، هقفلها وهاجي افتحها تاني، افتح الانترنت اكسبلور، فتح معايا ايه جوجل، ده اللي هو الجيميل زي ما قلنا، وهكذا. هنا دي لو عايز اخليها في المفضل هضغط عليها، هو كده اتضاف، مجرد هدوس عليه فهيتضاف معايا في المفضل، اه جوجل في المفضل، وهكذا. السيتنج هتلاقيها في حاجة اسمها الانترنت اوبشن، انترنت اوبشن هتلاقي علامة التروس، انا فاتح انترنت اكسبلور الاي وليس جوجل، انا فاتح الاي من علامة التروس، وتختار حاجة اسمها الانترنت اوبشن اعدادات الانترنت. انا شايف ان لحد الان الدنيا بسيطة جدا. طيب لحد الان في اي مشكلة؟ في أي مشكلة لحد دلوقتي؟ أمور بسيطة. للعلم إن أسئلة الامتحانات الدولية في الإنترنت خصوصا بتكون قليلة جدا، يعني في جزء خاص بس بالبريد الإلكتروني، فإحنا البريد الإلكتروني بالكامل هنخليه في محاضرة بكرة، يعني هنشرح برنامج الأوتلوك بالكامل، وهنشرح إزاي ننشئ جيميل، وإزاي ننشئ أوتلوك، وازاي اغير اعداداته، وهكذا. ده كله هتشرح بالتفصيل ان شاء الله بكره، وهتشرح كمان الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات الدوليه لو عايز اخلي المتصفح الكروم هو الديفولت. من فين هتروح؟ على السيتنج الاعدادات، وهتختار حاجه اسمها الانترنت اوبشن اعدادات الانترنت، هتروح على حاجه اسمها اليوز نيو تاب استخدام تابه جديده، واروح هنا اكتب www.google.com. انا كده هخلي ايه؟ هخلي متصفح جوجل او السيرش بتاع جوجل هو الاساسي، واقول له ابلاي ثم اوكي. المستطيل ده اسمه السيرش انجن، محرك البحث، ده اسمه محرك البحث، تمام. ده اسمه براوزر او المتصفح، ده اسمه متصفح. طيب بالنسبة بقى لجوجل، ادي شكل جوجل. انا اعتبر بالنسبة لي انا شايف الاتنين مفهومش اي حاجة، بس بالنسبة للانترنت اكسبلور حاليا محدش بيستخدمه، اتلغى اساسا، اتلغى اساسا حتى من الامتحانات الدولية، بيجي الاستخدام كله لايه؟ لمتصفح جوجل. طيب هنا في ثلاث نقاط جنب بعض، فوق خالص جنب ايه؟ جنب الصورة بتاعتك، جنب الجميل. اللي هو الايدج، دكتور بيجي الناس بتستخدم اللي هو مايكروسوفت ايدج، تمام. عندك هنا حاجة اسمها اكزيت، اكزيت بيقفل لك الصفحة اللي انت فاتحها. طيب نيو تاب، اللي حصل؟ فتح لك تابة جديدة. نيو ويندو، فتح لك نافذة لوحدها اصلا، بعد كده فتح كام نافذة؟ اتنين نافذة. طيب انا لو عايز افتح تاب في نفس النافذة هختار نيو تاب. طيب حلو خالص. طيب الهيستوري، ورحت دوست اللي هي اختصار كنترول اتش، بعد كده انا فتحت الهيستوري اهو، ده السجل بتاعي. احذف ازاي من السجل؟
شايفين علامة، أنا هعلم على المربعات اللي عندي، أو علمت ده المربع تمام، وأروح أقول له ديليت أو حذف. أنت عايز تعمل حذف؟ أه ريموف، شالهم لي كلهم. علامة النجمة دي معناها إن أنا حاطه فين؟ في المفضلة أو المفضلة زي ما بقول. طيب هنا البرنت اللي هو الطباعة زي ما قلنا، داونلود اللي هو الحاجات اللي انا نزلتها اهي، حذفها من الاكس اهو بتحذف. اندو معناه ان انا عايز اعمل لها استعادة، لو عايز اعمل لها ايه استعادة. طيب هنا عندك السيتنج في جوجل فتح لك اعدادات تانية خالص، فتح لك اعدادات تانية خالص. انا كاتب لك اللي هو الايه الايميل بتاعك، الايميل بتاعك ده بنسميه سيتنج، وهندرسها ان شاء الله في حاجات مهمه هتكون علينا هناخدها مع بعض. ده اللي هو السيرش انجن، محرك البحث بتاعك وحدث. طيب هنا بيقول لي الديفولت براوزر اللي هو المتصفح الافتراضي او الاساسي، هنا بيقول لي الجوجل كروم از يور ديفولت براوزر اللي هو المتصفح الاساسي بتاعك. طيب هنا يور اند جوجل، يو اند جوجل بيديني هنا الايميل بتاعك. هنا الاوتفيت في حاجه اسمها الباسورد، ده لو عايز اعمل باسورد للايميل اللي هي طريقه تانية اسهل. هنا اللي هو نظام الحمايه بتاعتك، هنا بيقول لها انت هتعمل كلير لبيانات المتصفح، تحذف بيانات المتصفح ولا هتعمل ايه بالظبط من دول. ده ما يهم، ده اللي هو المظهر بتاع المتصفح. تختار المظهر بتاعك، تختاره من هنا بالشكل اللي انت عايزه تمام. عندك هنا شو هوم بوتن ديسيبل، بيظهر لك اللي هو الصفحة الافتراضية مثلا. انا هجرب معاكم دلوقتي اهو، يا رب. جينا هنا فتحنا نيو تاب، ظهرت بالشكل ده. انا عايز نيو تاب بيج، صفحة جديدة. هنا السيرش انجن زي ما قلنا محرك البحث، ده اللي هو المحرك الافتراضي اللي هو زي ما بيقولوا وضع الافتراضي، اول ما اجي افتح معايا المتصفح يفتحه لي على ايه بالظبط تمام. تمام خالص. طيب الاسئلة اللي بيجيبها لك في النقاط دي بيقول لك ابحث لي مثلا كمثال على منتجات، ايا كان الاسم اللي هو بيديهولك في الامتحان الدولي، ابحث لي على منتجات. طيب انا لو عايز اجيب الصور بتاعتها هروح من فوق خالص، بيديني اختيارات كتيره، انا مش عايز يظهر لي كل البيانات دي، لا انا عايز الصور بس، اروح اختار صور، اختار صور. انا عجبني كمثال المنتج ده وعايز انزل الصوره، هروح اضغط كليك يمين على الصورة، كليك يمين على الصورة. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز احفظ الصورة، هروح اقول له save image as، save image as يعني هتحفظ لي الصورة كايه، ادي هتحفظه لي على سطح المكتب، هتحفظها لي كجي بي جي، هقول له save وهتتحفظ معايا الصورة على الجهاز عندي. طيب لا انا مش عايز صور، انا مثلا فيديوهات، هروح اقول له فيديو من فوق، اختار كلمة فيديو فيظهر معاك كل الفيديوهات الخاصة بيها. طيب انا مش عايز فيديو، انا عايز كتب، راح اختار كتب، ادي ظهرت معاك الكتب. انت بتختار الحاجة اللي انت عايزها من فوق، انا عايز ايه بالظبط من الحاجات دي. طيب حلو خالص لحد الان. طيب عندنا في اسرار للبحث على جوجل، يعني انا دلوقتي دخلت واحد، دخلت على جوجل وعايز ابحث على حاجات معينه. طيب خلينا نبتدي واحده واحده مع بعض. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ابتدي اعرف الاسرار بتاعتها. انا دلوقتي عايز ابحث على ايه؟ انا عايز ابحث على كلمتين مع بعض، كمبيوتر وانترنت، هقول له كمبيوتر
كمبيوتر زائد اللي هي البلس زائد انترنت. فهو كده بيعمل ايه؟ بيبحث على حاجتين مع بعض، الكمبيوتر والانترنت، الكمبيوتر والانترنت. دوس انتر، فكده بحث معاك على معلومات عن الانترنت والكمبيوتر، معلومات على الحاجتين دول اهو، جاب لك معلومات على الكمبيوتر وجاب لك على الانترنت وهكذا. فانا لو عايز ابحث على حاجتين في نفس الوقت، كمبيوتر وانترنت، علامة البلس او الزائد، انا هبحث على دي ودي. الزائد معناه انا هبحث على الاثنين مع بعض، هبحث على. طيب لو جيت عملت كتبت كلمة جرين كمثال، عملت الماينس وكتبت برجر، طب هيعمل ايه؟ بصوا كده، انا عايز ابحث على كلمتين يعني، او كلمة مرتبطة بكلمة، كلمة مرتبطة بكلمة. فجرين برجر هيجيب لي اللي هو مثلا كمثال الشكل اللي هو البرجر الاخضر بالشكل ده. فانا عايز ابحث على ايه؟ كلمة مرتبطة بكلمة، تمام، اللي هو جرين برجر، ونحط علامة الماينس اللي في النص، علامة الماينس اللي في النص. طيب جيت انا عملت علامات تنصيص اللي هو شيفت طه، وكتبت كلمة I like مثلا فوتبول، ورحت قفلتها بعلامات تنصيص واقول له انتر، هيبحث لك على كل الروابط اللي جواها كلمة I like football، I like football. طيب يعني علامات التنصيص معناها هيجيب لك ايه بالظبط؟ هيجيب لك كل الروابط والمواقع اللي فيها الكلمة دي من جوه، I like football، I like football. طيب عايز اكتب مثلا كمثال eat or drink، هيبحث على ايه؟ هيبحث على الاكل والشرب مع بعض. طيب هل شرط اساسي يبحث لك على الاتنين مع بعض؟ لا، كده هو هيبحث هنا على المواقع اللي فيها اكل لكن اللي ما فيهاش شرب، يعني انا اسف، اللي هي فيها اكل بس ما فيهاش شرب، اللي فيها اكل بس ما فيهاش شرب. ممكن يبحث على الاتنين، بس هنا بحثه الاساسي هيكون على الحاجات اللي فيها الاكل، ثم بعد كده هيتم موضوع الشرب، ادي eat or drink. هتلاقيه اهتمامه اكتر بالاكل، هو هيبحث لك على الاتنين بس، لو اهتم اكتر بيهتم بالايد بس اهو، اكتر حاجة بيهتم بيها الكلمة الاولى الايت اور درينك، بيبحث لك على الجزء اللي هو الايت او الاكل. هو مش شرط ان هو يبحث على كلمة درينك بس، هو هيبحث على الاتنين مع بعض. مفيش فرق، بس كل القصة عايز أوصل إن مش كل الكلام بعرف أخلي مثلا الموقع يبحث لي عن الكلام مرتبط ببعض، أنا عايز أبحث على كلمتين مرتبطين ببعض، مش شرط جرين برجر، يعني هنا ممكن جرين برجر هي جرين ماينس برجر هي، بس في كلام تاني لأ، هيحتاج أنا لازم أعمل الشرطة دي عشان خاطر هو أنا عايزه يبحث لي على الكلمتين دول مرتبطين ببعض، مش عايز ابحث على دي لوحدها ولا دي لوحدها. انا نفترض كمثال كهندسه ميكانيكيه، انا عايز ابحث على الاير كونديشن في اتش باك، هو هيبحث لك عن جزء التكييف نفسه اللي هو داخل اتش باك اللي هو تكييف التبريد. طب انا عايز ابحث كمثال على الفاوندمنتال او اساسيات الاتش باك داخل الاتش باك، الاتش باك من جزء اساسيات بس، في ادفانسد من جزء الاتش باك، حاجات اللي هي متقدمة شوية، أنا عايز أتعلم اتش باك وهكذا. تمام، وصلت.
فالجرين برجر فبيبحث لي على الكلام اللي هو مرتبط ببعض، مرتبط بإيه؟ ببعض، اللي هو علامة الماينس. طيب دي بالنسبة برضو للبلس والماينس وعلامات التنصيص وكلمة أور. طيب جيت مثلا كتبت كمثال بيبسي، بيبسي، بعد كده كتبت سايت فيسبوك، كده راح يعمل ايه؟ بيقول لي لم ينجح. طيب انا اخليها كده مثلا اهو، انا عايز ابحث على كلمة بيبسي فين؟ في فيسبوك اهو. يبقى هو هيبحث لي عن كلمة بيبسي فين؟ في موقع فيسبوك. طيب بيبسي نقطتين فوق بعض، واروح اكتب اسم الموقع اللي عايز ادور فيه. لا انا عايز ابحث على تويتر، اقول له انتر، فكده راح يعمل ايه؟ هيبحث لي على كلمة بيبسي فين؟ في موقع تويتر اهو زي ما انتم شايفين. فبكتب الكلمة نفسها اللي انا بدور عليها، تمام؟ نفترض مثلا شباك، واحط علامتين فوق بعض، واروح اكتب انا عايز ادور على عليها فين؟ في الفيسبوك. فتح لك هنا الفيسبوك، انا بكتب الموقع اللي عايز ادور فيه. طيب حلو خالص لحد الان. طيب عندك بعد كده البلس. يعني البلس انا عايز اقول له والله انا عايز اعرف طريقه تثبيت الويندوز، انا مش عارفها. رحت قلت له هاو تو، كلمه تثبيت انا مش فاكرها. طب تتكتب ازاي؟ تتكتب ازاي؟ رحت عملت ايه؟ عملت شيفت مع 8، ورحت كتبت كلمه ايه؟ ويندوز. هو في كلمة بس أنا مش فاكرها، مش فاكرها. فهو تلقائي لوحده هيفكرك بالكلمة أهو، أبجريد ولا أنستول ولا إيه بالظبط. فمعنى علامة النجمة في النص مع إن في كلمة أنا نسيتها. زي مثلا نيجي نكتب حاجة على الواتساب نلاقي في كلمة غلط، لما نيجي نصححها نروح نعمل النجمة، ده التصحيح بتاعها. فأنا هنا مش فاكر هنا مكتوب إيه، أنا ناسي. فهو هنا هيبحث لك تلقائي على الحاجة اللي أنت كتبتها، هيجيب لك كل اللي خصها، يعني how to use a new feather، how to use مثلا install، how to use upgrade، وهكذا. افضل هندسة تنزل جوجل كروم، ما تنزلش الانترنت اكسبلورر، لان ده خلاص يعني زمن انتهى زي ما بيقولوا. انزل اللي هو الانترنت جوجل كروم، تدخل على المتصفح اللي عندك واكتب تنزيل جوجل كروم، ونزل جوجل كروم افضل ليك في الشغل، هيساعدك كتير. ان الانترنت اكسبلور خلاص اتلغى اساسا، محدش بيجي يشتغل بيه. يعني حتى الشركة نزلت بيان رسمي ان الانترنت اكسبلور انتهى بالنسبة للشركات كلها. نزل جوجل كروم، تمام؟ طيب حلو خالص. ندخل على المعلومة اللي بعدها، لأنها تكون أمور بسيطة. أنا دلوقتي موجود في مصر، عايز أعرف دلوقتي الوقت كام فين في الإمارات. أروح أكتب كلمة تايم زائد عرب مثلا، تايم زوم، قال لي الساعة كام؟ 1:50، 1:50، 1:10، تمام. تعالوا مثلا أنا عايز أكتب مثلا عايز أعرف التوقيت فين؟ في السعودية. تايم مثلا، لا انا عايز خلينا مثلا كمثال في انجلترا، انجلترا. كتبت تايم زائد انا عايز اعرف الوقت فين، اكتب هنا اسم البلد اللي انا عايزها. الساعة كام؟ الساعة 9:50 مساء.
طيب أنا عايز أعرف الوقت فين كمثال في مصر. الساعة كام؟ 11 إلا 10. يبقى بكتب تايم زائد وأروح أكتب اسم البلد اللي أنا عايز أعرف الساعة بتاعتها أو التوقيت بتاعها. تمام. طيب المعلومة اللي بعد كده، حلو خالص لحد الآن. أنا دلوقتي نفترض عايز أعرف معلومات على موقع تويتر، أروح أكتب انفو. انفو يعني انفورميشن، وعلامة انفو وبعد أروح أكتب إيه؟ دبليو دوت، مش عايز تويتر، عايز فيسبوك. فأنا هيجيب لك كل المعلومات عن إيه؟ عن موقع فيسبوك. أكتب في الأول كلمة اسمها إيه؟ انفو. انفو، واحط علامتين فوق بعض، واروح اكتب www اللي هو ايه، الورلد وايد ويب دوت، واروح اكتب الحاجه اللي عايز اعرف معلومات عنها. نفترض مثلا انستجرام، جاب لك معلومات على ايه، على الانستجرام. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايز ابحث على الاتش باك ايا كان اللي ابحث عليه، بس كملفات بي دي اف. هروح اكتب دوت واكتب الصيغة بي دي اف واقول له انتر. ادي جاب لك اللي يخص الاتش باك كايه، كبي دي اف، كبي دي اف. تمام، اكيد طبعا لو عايز معلومات عن اي حاجة هتجيبها لك اهو. نفترض مثلا انا عايز ايا كان اسم الاله اللي عندي، او عايز اعرف معلومات اكتر على تكييف الهواء الاير كونديشن. دوت، بس انا عايزها كايه، كملفات بي دي اف. اروح اكتب دوت بي دي اف، جاب لك كل اللي يخص تكييف الهواء بس كملفات بي دي اف. طيب لو عايزها كوورد مثلا، انا عايز كمثال عايز اعرف الاوفيس، معلومات على الاوفيس، هكتب الصيغه اللي هي دي او سي اكس. الدي او سي اكس هيجيب لك مستندات اهو، بحث لك بس كشكل ايه، مستندات. طيب بي بي تي اكس يعني عايز اعرف معلومات على الاتش باك بس كملفات باوربوينت، بي بي تي اكس هيجيب لك كل ملفات الباوربوينت. طيب عايز ابحث كمثال كشيت اكسل، اكس ال اس اكس. طيب عايز كمثال ايا كان، عايز ابحث كصوره، جي بي جي، بي ان جي، وهكذا. طيب انا دلوقتي عايز، انا واحد مثلا بعمل بحث علمي، حلو كده، وعايز البيانات اللي تجي لي تكون علميه، هعمل ايه؟ والله انا عايز ابحث كمثال على الاتش باك، حلو، بس كبحث علمي، كبحث علمي. تمام، انا عملت ايه كده؟ جاب لك الاتش باك بس جابها لك كبحث علمي. انا حطيت في الاخر ايه، اي دي يو، الاي الاي انا اسف، اي دي يو. ادي مثلا كمثال، خلينا في كمبيوتر هنتكلم فيه، كمبيوتر سايد. تمام، عايزه مثلا كبحث علمي الـ ADU اهو. اروح اكتب مثلا هنا اسم الحاجة اللي انا بدور عليها، اسم الحاجة اللي انا بدور عليها، واكتب جنبها سايت. سايت يعني موقع، يعني انت هتدور لي عليها في موقع ايه، تعليمي، تعليمي الـ ADU. فتح حركة موقع تعليمي، دي أسرار البحث في جوجل، جوجل سكولر. بالظبط بالظبط. موضوع الأبحاث العلمية ده كتير، لو جينا فتحناه فعلا هياخد معانا وقت، وقت كبير جدا. تمام، حتى قال لك هنا الباحث العلمي ده اللي هو بستخدمه للبحث العلمي، جوجل سكولر. أول ما تدوس عليه أهو فتح معايا الباحث العلمي. أشكرك يا هندسة، مش مهندسة هبة، أشكرك يا هندسة. ده الباحث العلمي.
طيب في حاجة تاني هنا هتلاقوها أنا منزلها عندي، تمام؟ اسمه المندلي. المندلي ده برضو بستخدمه، بنزل بيه كتب علمية، بس لازم تكون عامل لك إيميل على المندلي يعني. فدي كلها حاجات بستخدمها للأبحاث العلمية، وزي ما قالت لنا الباشمهندسة هبة اللي هو اسمه جوجل سكولر. طيب دي أسرار البحث على جوجل. طيب لحد الآن شايف إن الأمور بسيطة، لحد الآن الأمور سهلة. الدنيا لحد الآن فيها أي مشكلة؟ كان في اختلاف في الامتحان على كليك شمال وكليك يمين، كليك شمال وكليك يمين. كليك يمين بيظهر معايا الخيارات بتاعتك، أما كليك شمال بتحدد. الغلطة دي احنا حسبناها للناس، درجة لكل الناس اللي جاوبت ان وظيفة كليك شمال اللي هي التحديد، اما كليك يمين هي اظهار الخيارات. طيب عندي ملف زي ده، ايا كان الملف اهو، ملف زي ده يعني. رحت ضغطت كليك يمين عليه ورحت قلت له كلمة اسمها الـ Add to Archive، ورحت دوست على كلمة set password. هروح اكتب الباسورد بتاعي اهو، كتبت الباسورد بتاعي بقول له اوكي. تعالوا كده نفتح ملف المضغوط، بيقول لي اكتب الباسورد قبل ما تفتحه. انا عملت ايه؟ انا بحول الملفات اللي عندي مش المجلدات، سواء كان مستند وورد، ملف باوربوينت، ملف اكسل، ملف اكسس، ملف اوتلوك، حد كلها ان شاء الله هي جايه هناخدها كلها بالتفصيل مع بعض، هناخد الاوفيس بالكامل مع بعض، تمام؟ ادي ملف زي ديه، كليك يمين وهقول له اد تو ارشيف، حلو. وبعد كده بدور على كلمه اسمها سيت باسورد، واروح اكتب الباسورد بتاعي. اجي هنا اعمل تاكيد للباسورد واقول له اوكي، بعد كده اوكي، ادي عمله لي كملف مضغوط، حلو. فتح معايا الملف المضغوط، بس تيجي تفتح الملف اللي داخل الملف المضغوط بيقول لي دخل الباسورد بتاعك قبل ما تفتحه، دخل الباسورد قبل ما تفتحه. دي طريقة ازاي اعمل باسورد لأي ملف عندي، طريقة سهلة بسيطة وبيحميهولك من الاختراقات، تمام. هي ما كانت بيعرف، ما عرفتش معناها. هي لوحة النظام، اللوحة اللي هي المذر بورد، مذر بورد اللي انا بثبت عليها المكونات الاساسيه، المكونات بتاعه جهاز الكمبيوتر، وحده نظام، لوحه النظام، وحده المعالجه المركزيه، ووحدات الادخال والاخراج، والذاكره، وايه تاني؟ احنا قلنا وحده النظام اللي هي الكيسه، لوحه النظام اللي هي المذر بورد اللي هي اللوحه الخضر اللي انا بثبت عليها المكونات بتاعتي، والسي بي يو او السنترال بروسيسنج يونت، وحده المعالجه المركزيه، والذاكره، وحدات الادخال والاخراج اللي عندك. دي مكونات جهاز الكمبيوتر. الحته الاخيره النظام 86 بت، 86 عندك 32 64 86، ال 32 بيكافئ 86 والعكس صحيح، 32 بيكافئ 86، اما ال 64 هو نظام تاني لوحده. ما هي هتبقى جميع ما سبق في الامتحان، هتبقى جميع ما سبق، لان انا كاتب 80 وكاتب 32 وكاتب 64، كاتب 84. ما هو انت هتكبى جميع ما سبق وليس 84 بس، هي 86 بس، هي في الامتحان بما انها هي 84 فهي هتكبى جميع ما سبق، جميع ما سبق، تمام. حاضر، هديكم معلومات عنها. طيب تاني عندي ملف زي ليا، كليك يمين وهقول له اد تو ارشيف، ملف المضغوط هدوس عليه، وفي كلمة من تحت اسمها set password، إضافة باسورد، set password. يعني أول حاجة كليك يمين وأقول له add to archive، تاني أهو كليك يمين و add to archive
واقول له سيت باسورد واروح اكتب الباسورد بتاعي. كتبت الباسورد اهو، بعد كده اقول له ايه اوكي واقول له تاني اوكي، فحوله لي كملف مضغوط. اجي افتح الملف المضغوط، ايه ده فتح معايا، بس تيجي تفتح الملف اللي داخل الملف المضغوط طلب منك الباسورد، اكتب الباسورد عشان يفتح معاك، قول له اوكي هيفتح معاك. حلو خالص. نظام ال 32 بت ونظام ال 64 بت. ال 64 هو نظام احدث. يعني ايه نظام احدث؟ يعني بيستحمل معايا ايه؟ بيستحمل معايا الاصدارات الحديثه زي اوفيس 19، زي الفوتوشوب مثلا 2020 2022. ان شاء الله باذن الله ربنا يدينا طول. في دوره هنتكلم فيها على برنامج الفوتوشوب بتفصيل ممل يعني تلوش. دي نقطه. النقطه الثانيه، اي اصدار انا بنزله حديث على 64، يعني ويندوز 10 هيشتغل على 64 تمام. عندك مثلا الناس اللي بتلعب بيس 2020 2021 هيستحمل ايه نوع النظام؟ 64. فال 64 ده هو المسؤول عن تشغيل الاصدارات الحديثه. طب ال 32 ينفع للاصدارات القديمه؟ بمعنى انا دلوقتي لما اجي انزل الاوفيس من انترنت، حلو، مثلا هقول له التحميل تحميل اوفيس 2016، فهتلاقي انت وبتحمل بيسألك انت عايز تحمل مثلا 32 بت ولا 64 بت، ايا كان اللي انت فتحته اهو الاوفيس فين جاي المفروض معايا. هنا مش ظاهر اهو، قايل لك كام؟ 64 بت. هتلاقي مثلا تحميل تاني 32 بت اهو، 32 64. طيب جيت انا الجهاز بتاعي 64 بت ورحت نزلت اوفيس 19 بس 32 بت، هيشتغل؟ اه هيشتغل. طيب العكس، لو عندي النظام بتاع الجهاز 32 وجيت نزلت 64 مش هيشتغل. معنى كده ان النظام الصغير مش بيستحمل حاجه اكبر منه، اما النظام الكبير عادي بيشيل النظام بتاعه وبيشيل النظام اللي اصغر منه. اما 86 هي 32، 86 هي 32. ما هو ده رقم فعلا بيحدد الطريقه بتاعه النقل، بس الهدف الاساسي بتاعه ايه؟ هو مسؤول عن موضوع الاصدارات. السيستم تايب او نوع النظام لو فتحنا فيها فدي محتاجه محاضرات مش محاضره، لان زي ما قلنا كل حاجه في الجهاز ليها اكتر من استخدام تمام. فزي فعلا زي ما انت قلت هو بيحدد طريقه نقل البيانات، طريقه هتتم ازاي. دي نقطة. النقطة التانية، وهو برضو مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الموضوع الاصدارات. يعني انا هنزل حاجة حديثة ولا حاجة مثلا اصدار قديم ولا هنزل ايه بالظبط؟ فعندي اللي بيستحمل الاصدارات الحديثة هو 64، هو نظام محدث. فال 64 موضوع نقل البيانات بتاعها بيكون افضل واسرع من 32 بت تمام. فده الفرق ما بين 64 و 32 كنبذة مختصرة تمام. لحد الآن عنده أي مشكلة؟ وزي ما قلنا النقطة التانية بتاعت كليك شمال، كليك يمين بيظهر الخيارات وكليك شمال بيحدد. موقع بينزل ملفات العلمية مجانا. باشمهندس سعيد بعت لكم الموقع ده، بيقول لكم ان الموقع ده بينزل الملفات العلمية مجانا تمام. ندربه كده مع بعض اهو. لو عايزين نعمل محاضرة كاملة في موضوع الابحاث العلمية والمواقع العلمية دي ان شاء الله باذن الله، يعني ممكن نعملها بعد ما نخلص ان شاء الله بعد ما نخلص الكورس كامل. انا كنت شرحتها في الدبلومه، شرحت موضوع الجزء من الابحاث العلميه. الموقع باشمهندس اسمه
ده الموقع اللي بيتكلم عليه باشمهندس عيد، بينزل الأبحاث العلمية مجانا. هنا بيقول لي دخل الرابط ودخل الحاجة انت عايزها. طيب ده الموقع اللي كان بيتكلم عليه باشمهندس عيد. طيب حتى انا بيقول لي انا كده فهمت من حضرتك ان 64 افضل من 6 من اللي هو في الحقيقة مشابه 32. صح كده يا هندسة، صح كده يا هندسة. يعني هنا لو جيت فتحت خصائص الجهاز، انا عندي السيستم تايب 64 بت. طيب ال 64 بت، جيت انا نزلت مثلا اوفيس 2016 32 بت، هيشتغل؟ اه هيشتغل. طب لو كان هنا نوع النظام 32 بت وجيت نزلت اوفيس 16 بس 64 بت، مش هيشتغل. ليه؟ لان انا منزل اصدار اعلى، او منزل اصدار اوفيس نوعه او نوع النظام بتاعه اعلى من نوع نظام الجهاز. تمام، كويس خالص. حد الان في اي سؤال؟ انا بالنسبة لي كده خلصت الجزء الاول من اساسيات الانترنت. الجزء الثاني هيبقى كامل لوحده، بس اللهم صل على سيدنا محمد، هيبقى بريد الكتروني سواء كان الاوتلوك او الجيميل. هنتعلم ازاي ننشئ ده وازاي ننشئ ده وازاي ابعت ده وازاي ابعت من ده بكل بساطة وبكل سهولة ان شاء الله، هيكون في محاضرة بكرة. انا برضو مش هطول على الناس اكتر من كده عشان الوقت برضو اتأخر. محاضراتنا كلها، يعني انا بعتذر للناس سبب تغيير المواعيد. عندي مشكلة في الانترنت في الشغل، وللأسف انا مرتبط بمواعيد لحد الساعة 10 المفروض. بخلص شغل الساعة 10، فان انا المحاضرة تبقى 9 هتكون صعبة بالنسبة لي. يعني انا لحد ما اوصل البيت بياخد معايا المشوار في حدود ساعة، فانا بحاول قد ما اقدر اخلص اللي معايا بدري على الساعة 8 ونص 9 عشان اقدر الحق المحاضرة بتاعة الساعة 10. فأنا بعتذر على تغيير المواعيد، بس إن شاء الله يكون مناسب بالنسبة للناس. فأنا شايف إن الميعاد مناسب، يعني الميعاد خفيف، وبعيدا عن كده هو بيكون في الآخر خلاص بيكون خلصنا. اللي عنده أي مشكلة زي ما قلنا إحنا مش هنطول على ساعة، يعني ميعاد 9:10 ده مش هنطول على ساعة إن شاء الله. يعني من 12 مثلا لواحدة في بعض البلدان. يعني ساعة ناخدها نتعلمها مع بعض، مش مشكلة يعني. استحملوني الفترة دي معلش لحد ما نخلص الكورس مع بعض. إن شاء الله هتخلصوا وتكونوا استفدتوا بمعلومات كويسة، وإن شاء الله تكونوا جاهزين للامتحانات الدولية. إحنا عاملينه يوميا ليه؟ علشان الناس تكون جاهزة للامتحانات الدولية في أي وقت. أنا كده خلصت محاضرة النهاردة هندسة. بشكركم مرة تانية، وبإذن الله يعني أتمنى إن محاضرة النهاردة كانت بسيطة وسهلة عليكم، وهنكمل بكرة بإذن الله الجزء الثاني من الانترنت. زي ما قلنا كل مديول هنشرحه هنمتحن عليه، ويكون في سؤال نجاوبه قبل ميعاد المحاضرة اللي بعدها. ممكن نحضر محاضرة مسجلة الصبح، مفيش أي مشكلة. الناس اللي هي ما عندهاش، لو الميعاد مش مناسب ممكن تحضر المحاضرة المسجلة. تمام، زي ما قلنا، ولو عندهم أي سؤال ممكن يسألوه في المحاضرة قبل ما نبدأ المحاضرة اللي بعدها، ده اللي بالنسبة لهم. تمام؟ تمام، زائد إن برضو يعني حتى اللي هيعوض الامتحان، فالناس يعني إن شاء الله بعد ما تحضر زي ما قلنا بعد كل مديول هيكون في امتحان، يعني بعد ما أخلص الإنترنت هيبقى في امتحان على الإنترنت. لا ما تقلقش هندسة، يعني أكيد طبعا هندسة، يعني أتمنى بس الناس تستفاد اللي إحنا قولوا. بالعكس احنا كلنا بنستفاد من بعض، يعني قعدنا ساعة ساعة ونص ساعتين بس عشان ما نطولش على الناس، فاحنا لا نستفاد من بعض. بالعكس هندسة يعني انتوا على دماغي من فوق والله. فربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله، وبقدم اعتذاري مرة تانية على المواعيد بسبب تغيير المواعيد، وربنا يوفقكم ان شاء الله. واتمنى الناس تجرب اللي احنا خدناه النهارده، واللي عنده اي سؤال في الانترنت يبعتهولي عشان نشرحه في محاضرة بكرة بإذن الله. محاضرة غدا الساعة 10 بتوقيت القاهرة. تمام، هنشرح فيها جزء البريد الإلكتروني بالكامل وإزاي أنشئ
يعني رابط بريد الكتروني واعمل بريد الكتروني صالح الاستخدام، وركز على كلمه صالح الاستخدام دي، تحتها مليون خط، لان انا ك اتش ار في شركه ممكن ارفضك بسبب البريد الالكتروني بتاعك. عشان كده في بعض النقاط لازم نركز فيها احنا وبننشئ البريد الالكتروني. ربنا يوفقكم وتصبحوا على خير، وبالتوفيق ليكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.